مهم جدا لما نجي نطلع نبحث عن سكراب وحديد ان يكون معنا الحاجات هذه، عده خفيفه بطرقية على مدري ايش، وفي منشار معي في السياره، وطبعا معنا المغناطيس، وسبق حاطين عنه حلقتين. مهم جدا عشان نلقط الحاجات الصغيره، وعشان برضو نفرز بهالمعادن، احيانا نشتبه معدن او نحاس والالمنيوم فرصه يعطينا، والقفازات. وطبعا يكون معنا سطل نعبي فيه، وهذا المكب طبعا ايش اخرته راح يردمونه، وكل حاجة هذه راح تختفي ويصير فيه رمل. يعني تشوفون الرمل اللي فوق هذا راح يجاب ويغطى به كل الجرائم اللي تحت. طبعا للاسف يكون فيه بلاستيك، يكون فيه مواد كيماوية، مواد مدري ايش، المهم في حديد، في ألمنيوم. العمالة تحرق المكان عشان تميز علب البيبسي من الألمنيوم حديد. فإذا الألمنيوم يقلب أبيض فهم يرجعون يأخذونه، والحديد يتركونه. ذا الكفرات يحرقونها ويأخذون منها الواير الثقيل اللي يجي في القلب، ويتركون الشعيرات، لأن الميزان ما يأخذ منهم الشعيرات هذه، لأن حتى الشعيرات هذه راح تثبت أنهم حرقوا كابل. لكن الواير هذا اللي يجي في النص هو زي الواير السحب، قوي ووصلة واحدة. لو لقيناه وريناكم شكله ان شاء الله. راح نبدأ ونشوف ايش يطلع معنا. هنا عندنا اهم شيء، في هنا تسجيل، وهنا فيه شكله كذا كمبيوتر لوحي، ما عاد بقى منه الا شريحة وما شريحتين، يعني ما بدك الزود، يعني ما حتى ما ادري ما في دايركترونية. هنا فيه الألمنيوم، وهذا تسجيله الأهم. هذا القنابل يشتغل ساعة أو أقل، أقل من ساعة، بس الشمس حارة. سطل مسامير مع شوية حاجات حديد، وشبوك هذولي تقريبا قاعدين حوالي 40 دقيقة. طبعا الشمس حارة الحين، مع كيبل هذا الموجود، وبركة نشوف مكانه. نجهز، طلعت الميزان، هذا بالحديد نحمله مع اللي في السيارة، وإن شاء الله يعني يكون عندنا حديد يسوى. عندنا حديد هنا برضه، وعندنا شوية نحاس على شوية ألمنيوم. بنجهز عشان بكرة طلع الميزان، نبغى نخفف الزحمة اللي هنا شوي، وإن شاء الله نكون معكم واحدة واحدة. بس ويجب فينا العيد.